استقبل الفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي معالي السيد زكي محمد وزير الدوله الاعلى للدفاع بجمهوريه سنغافوره في زيارته الى مملكه البحرين لحضور فعاليات مؤتمر حوار المنامه 2023 حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركه وقد اعرب سمو مستشار الامن الوطني قائد الحرس الملكي عن تقديره للعلاقات الوثيقه التي تجمع مملكه مملكة البحرين مع جمهورية سنغافورة الصديقة مشيدا سموه بمسار تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين